ما هو مؤشر إتش؟ في عام 2005 اقترح البروفيسور جي إي هيرش من جامعة كاليفورنيا معامل جديد لقياس ومقارنة الإنتاجية العلمية الإجمالية للعلماء. يسمى مؤشر إتش أو مؤشر هيرش الذي يعتمد على تحليل المنشورات والاستشهادات. ويعرف مؤشر إتش أنه يكون العالم لديه مؤشر إتش إذا كان إتش من عدد أوراق بحثه تحتوي على الأقل عدد إتش من الاقتباسات لكل منها. في هذا المثال يمكنك أن ترى أن المؤلف قد نشر 7 أوراق مرتبة حسب ترتيب الاقتباس من الأعلى إلى الأقل. نريد أن نرى كم عدد الأوراق إتش لديها على الأقل إتش من عدد الاستشهادات. ورقة واحدة لديها اقتباس واحد كحد أدنى، ورقتان علميتان كل واحدة لديها اقتباسين كحد أدنى، 3 أوراق علمية كل واحدة لديها 3 اقتباسات كحد أدنى، 4 أوراق علمية كل واحدة لديها 4 اقتباسات كحد أدنى، 5 أوراق علمية كل واحدة لديها 5 اقتباسات كحد أدنى. إذا كانت 6 أوراق لا تحتوي على 6 استشهادات، بالتالي فإن المؤشر H لهذا الباحث هو 5. يمكن أن يكون لهذا الباحث مؤشر H بحد أقصى 7، لأن لديه 7 منشورات فقط. ولزيادة مؤشر H يجب أن يستمر الباحث في النشر. يتم استخدام مؤشر H لأنه يؤخذ في الاعتبار كلا من الإنتاجية عدد المنشورات والأثر الأكاديمي عدد الاستشهادات، ويمكن العثور عليها بسهولة في الباحث العلمي من جوجل، سكوبس وويب أوف ساينس. يستخدم مؤشر إتش لمقارنة الباحثين في مجالات مماثلة في مراحل مماثلة من مدة خدمتهم لغرض الترقية، المنح، المؤتمرات، المكافآت، الجوائز والأوسمة وما إلى ذلك. كيفية زيادة مؤشر إتش؟ الخطوة الأولى، كل شيء يبدأ بالنشر. نشر بحث ذو جودة عالية في مجلة علمية عالية الجودة. مراعاة تجنب النشر في المجلات غير المفهرسة أو المجلات التي لها معامل تأثير منخفض. الحرص على النشر في المجلة المرتبطة ارتباطاً وثيقاً بمجال تخصصك حتى يكون هناك فرصة أكبر لاستشهاد باحث آخر من نفس مجالك بها. محاولة إجراء البحوث بالتعاون مع المجموعات الوطنية والدولية للوصول إلى الانفتاح العالمي. الخطوة الثانية، الاقتباسات. إذا قمت بنشر عمل ذو جودة عالية في مجلات عالية الجودة في مجال ذو صلة، فمن المتوقع أن يقرأه باحثون آخرون ويستشهد به على نطاق واسع. من المهم أن يكون لديك معرفات بحث رقمية في جوجل سكولر، سكوبس، ريسيرش آي دي، أوركيد. يمكنك العثور على مؤشر إتش الخاص بك من خلال الباحث العلمي من جوجل. شكراً لك على وقتك.